خاصمت أخي منذ شهور بسبب مسباتي لي وإيذائي بالكلام الجارح، علما أني ما قصرت معه طول حياتي، وعند أول موقف جرحني. تحمل، جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوني، وأعطي ويمنعوني، وأعف عنهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.